ولهذا بالنسبة إلى هذا الشرط وهو أن بعضهم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يشترط في صحة الخطبة أن يذكر الناس بالتقوى. لا شك أن تذكير الناس بالتقوى مطلب، لكن لا دليل عليه هنا. لما؟ لأن الخطبة يفترض أن تكون دالة بجملها على التقوى، لكن هنا وهذا درج عليه كثير من الخطباء والأسف، تجد أنه يدع خطبة الحاجة التي حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وإذا به يأتي بخطبة ويحرص في هذه الخطبة على أن يأتي بجملة التقوى فيها دون أن يذكر خطبة الحاجة. بل إن بعضهم لما يأتي بمقدمة الخطبة إذا به يأتي بخطبة تشير في عناوينها، إما بها سجع أو خالية من السجع، تشير في عناوينها إلى موضوعه. لا، خطبة الحاجة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. دع عنك كلام البلاغيين، أهل البلاغة يقولون في الخطبة، يقولون يشترط أن تكون لها مقدمة ووسط وخاتمة. المقدمة يقولون من حسن كلام الخطيب أن يأتي بمقدمة، تلك المقدمة تشير إلى ما يريد من موضوع، ثم يدخل في نفس الموضوع، ثم يقول يختم بخاتمة لهذه الخطبة، وليكن حرصه على هذه الخاتمة حرصا شديدا. لما؟ قالوا يحرص على أن يأتي معلومة مهمة جدا في خاتمة الخطبة. لما؟ قال لأن آخر ما يعلق في أذهان المستمعين هو آخر ما يقوله الخطيب أو المتحدث، فليحرص عليها. ولذلك بعض الناس ربما يختم بخاتمة هكذا، لا، لتكن خاتمته للخطبة خاتمة بها فائدة تفيد المستمعين. هذا فيما يتحدث عنه البلاغيون لما يتحدث في خطبة سياسية أو خطبة اجتماعية أو ما شابه ذلك. لكن في خطبة الجمعة احرص في المقدمة على خطبة الحاجة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. ثم يذكر الآيات الثلاث كما في سورة النساء في أول النساء، وليكن قبلها التي في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم الآية التي في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية التي بعدها.